انا بتصدم دايما في الناس، بس ايه اقول لك على حاجه، انا بس البني ادم ممكن يضعف، ممكن يكون حد احسن حد في العالم تقول لا يمكن انه يخونك، تعرفش لحظه ضعف انسان. وهي بتبقى ابتلاءات من ربنا، احنا بنسميها عندنا ابتلاءات. يعني الواحد اللي هو يقول انا يمكن اعمل كده، لا يمكن، وماشي على الصراط المستقيم وبيصلي وبيصوم وبكذا، فجاه تلاقيه عمل حاجه لا يمكن تصدق ان هو عملها، وربنا بيختبره، فهي اختبارات من ربنا، فهي بشر، فهي معرضه لده، فاه تعمل ده لانها بشر، البشر يعمل اي حاجه. حصل لجمانة في حياتها اللي عملته دميانة؟ لا ما سمتش حد. انا لا مش الفعل، مش الفعل، فكره الخيانه بشكل عام، يعني مش الفعل نفسه على قد ما هي فكره الخيانه. اتعرضت شفتي ده حد كان قريب منك قوي وعمل معاكي حاجه جدا 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 كتير قوي. انا بتصدم دايما في الناس، بس ايه اقول لك على حاجه، انا بسامح، لان انا بسيب كل حاجه لربنا، بسامح. بس ايه، ما بترجعي زي الاول؟ لا ما برجع، بقطع قطع، يعني ما فيهاش رجعه. بس ولا بعاتبك، ولا بقول لك انت عملت فيها كده ليه، ولا ممكن اقول لك، بسيبك لربنا، لان عقاب ربنا اكبر بكتير، وابقى عارفه ان انت عملت فيها كده يبقى ربنا هيكرمني اخر كرم. يا ده انت عملت فيها معروف، والله العظيم. فعندي القناعه دي وعندي الايمان ده، فالحمد لله. ودايما بدعي بقول يا رب ما تقدرني على اذى حد، ولا حد ولا تقدر حد على اذايا، لان الاذى الحاجه الوحيده اللي ربنا ما بيسامحش فيها اطلاقا. عارف انت تعمل ما بدالك مع نفسك هيسامحك، بس انت تاذي الناس ربنا ما بيسامحش في الاذى. لكن ده مش بيخليك تفقدي الثقه في اللي حواليك بشكل عام؟ بص، ما فيش حاجه تهزني، عشان ايماني بربنا قوي جدا. بشر عادي. يعني انت امتى تنهار وتتضايق وتعمل، لما انت ايه بقى تقول لا يستحيل ده يعمل كده وده يستحيل يعمل كده. لا، اي حد ممكن يعمل اي حاجه. خلصت، انت محصنه نفسك من جوه بالحكايه، ومش هتفاجئ. اي حد يعمل اي حاجه خلاص، انت عملت كده، انت بتعمل كده، انت بقى بينك وبربنا ماليش دعوه، ما كل واحد بيعمل لنفسه في النهايه. بس انا وصلت لمرحله ما كنتش كده، بس انا اكيد في السن ده وبعد الخبره دي كلها ما بستغربش اي حاجه بتحصل من اي حد، عادي، بشر بيعملوا، بس اللي بيعمل لنفسه. طبعا طبعا طبعا، اكيد اكيد. الدنيا مش سهله، ومش والناس والبشر، يعني الناس ضعاف. عشان كده انا بقول دايما بدعي يا رب ثبتني، يا رب كذا، يا رب، لان كلنا معرضين. ممكن انا معرضه كمان اغلط، مش عرفني واعمل وسيب، صح ولا لا؟ فبقول ربنا يا رب ما تفتننا. يعني المواقف دي ما غيرتكيش؟ بمعنى ان انت فكره ان انا، انت بتقولي هتسيبي كل حاجه لربنا، بس احنا بقى بشر في الاول وفي الاخر. فكره جات لك فرصه ان انت تنتقم من حد، ما انتقمش في ربنا، هو المنتقم، انا ما انتقمش من حد. انتقام ربنا اقوى بكتير، وليه الانتقام ضعف؟ مدام وليه اشغل نفسي واضيع وقتي؟ ما انا عندي حاجات مهمه كتير اعملها، بدل ما افكر انتقم منك ازاي واعمل ولا اسامح اكتر واكتر. ولا يمكن، لا ما انتقمش، لا لا لا، انا ما بحبش الاسلوب ده، وما بحبش الناس المؤذيه والاشرار اللي بيفكروا في الانتقام. الانتقام ده تفكير شراني، ما بحبوش. بس انت لو سامحته ممكن تصلح حاله هو، يعني بينه وبين نفسه يقول انا ازاي عملت كده. اما لو انتقمت هيقول لك ده انا كويس ان انا عملت فيها كده، صح؟ ايه رايك في الكلام ده؟ والله العظيم. وبعدين الدنيا مش مستاهله، يعني انا كمان بعد ما حصل عندي اكتر من وفاه في حياتي غيرتني كتير.